الأحزاب عشان تعمل لنفسها دعاية، فبتقدم بتقدم للشارع المصري هدايا من قبل اللحمة وغيرها. والحقيقة إنه لما كنا بنعترض زمان على إنه تحديدا جماعة الإخوان المسلمين كانت بتاخد هذا المنهج في إنها تشتري أصوات زي ما بيقولوا، أو إنها تغري الناس في إنها تروح وتنتخبهم، كانت بنفس الشاكلة، هل بنلف نلف ونعمل نفس الحكاية ولا لأ؟ كثير من الأسئلة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية القادمة مع ضيفتنا النهاردة منورانا البرلمانية السابقة مارجريت عازم. مساء الخير وأهلا بيكي. خير وأهلا بيكي. هبدأ مع حضرتك من الملحوظة اللي كنا بنتكلم عنها، شفتيها لاحظتيها ولا احنا مزودينها زي ما بيقولوا؟ لا طبعا، هو في بعض الأحزاب انتهجت المنهج دوت، وهو منهج طبعا بعد ثورة 25 يناير 30/6 كنا نتمنى انه ينتهي تماما، لأن للأسف الشديد الرشاوى الانتخابية دي بشكل من الأشكال السيئة جدا اللي بترسخ مفاهيم خاطئة. لكن أنا دايما براهن على المواطن المصري، ودايما بقول إن النهاردة اللي بيجيب لك زيت وسكر ولحمة ليه؟ مش معنى في وقت الانتخابات، يعني ما هو راجل محسن قوي وراجل كريم، طب ليه مش على طول؟ يعني ليه ما يعملش كشاك مثلا ويبيع لك فيها اللحمة دي بنص التمن مثلا، ويبقى بدال شهر يبقى 3-4 أشهر أو 5-6 أشهر في السنة. لكن في الحقيقة الناس بقت مدركة تماما ان اللي النهاردة بيديني كيلو لحمة بحتى بمية جنيه، او بيديني شنطة بمتين 300 جنيه، هو بياخد من حقي الاف ملايين الجنيهات من دمي ومن دم اولادي واحفادي ومن مستقبل مصر. فعليك النهاردة انك تختار، يا اما تاخد الكيلو اللحمة، يا اما تستنى شوية على الكيلو اللحمة ده من غير ما حتى اكل خالص لحمة، واستنى يبقى ليا حق في البلد دي ويبقى اللحمة عندي متاحة. وده اعتقد ان الناس بقت حاساه دلوقتي. وانا اقول لك على حاجة صدقيني وسمعتها من البسطاء، احنا هناخد وهندي الاصلح. ده انا كنت لسه هقول لحضرتك الفكرة الثالثة بقى، انه انا هاخد اللي انت هتوزعه علي، لكني في الاخر هختار براحتي، انا خدت اللي انا عايزه. هو ده وهو ده اللي قاله لا ده هو ده كمان اللي انا سمعته من الناس البسيطة اللي في الشارع اللي بتاخد اللي هي فعلا محتاجة، اللي هي يعني خلي بالك ان في اسر محتاجة جدا جدا مثلا ما بتاكلش اللحمة دي يمكن في الشهر مرة، فعندها يعني عندها مشكلة حقيقية ان انت تودي لها لحمة او تودي لها زيت او تودي لها سكر. لكن هي بقت مدركة تماما ان ده بقى هي ليها حق، انت بتدهوني انا هاخده، بس انا هدي صوتي للي هيرسم لي المستقبل. طيب خليني، وانا عارفه ان حضرتك يعني برلمانيه سابقه كنت موجوده في مجلس الشعب السابق، الحقيقه ومن غير زعل نتكلم حاجه بصراحه، طبعا. الحقيقه انه لما بتدوري ورا وتحديدا لما بتكلم لما حد بيترشح فردي، مش بالضروره حتى مع الاحزاب، لما حد بيترشح فردي الحقيقه كم الفلوس اللي بتصرف لشخص عشان يقدر ان هو يخش وياخد مقعد، سيبك انه الحزب نفسه ممكن يدعمه، لكن مهما كان دايما، وحتى لو قلنا انه احنا عندنا قوانين تنظم عملية الصرف، كله بيعدي عملية الصرف، وهو ده الحقيقة انه بيطرح مجموعة من التساؤلات. واتصور انه ده تساؤل لازم يكون عندنا احنا كمصريين كمجتمع، لان احنا اللي هنروح ندي اصواتنا في الاخر. هو انت بتدفع فلوس دي كلها ليه؟ وانا مش بقصد حاجة تحديدا، لكن انا بقصد انه اي حد دخل مجلس الشعب لازم معاه فلوس قد كده اهو، ولازم يصرفها على الدعايه بتاعته. طب هو ايه المردود اللي رجع له؟ ما هو ده اللي انا بتكلم عليه، مكاسب. لا انا عايز اعرف من حضرتك المكاسب اللي كانت الناس داخله وعارفه انها هتطلع بيها ايه. لا هو للاسف طبعا، يعني انا عايز اقول لك مش البرلمان السابق، لان البرلمان السابق كان كله صراعات وفئه بالذات اللي دخلت من القوى المدنيه كان يعني كانت بتحاول بقدر الامكان تدفع الضرر عن مصر اكتر منها تحصل على. لكن طبعا ما فيش شك ان النظام الاسبق رسخ عند الناس مفاهيم ان عضو مجلس الشعب ده اللي كان بياخد قطعه ارض في مارينا، اللي كان بيخش مناقصات، اللي كان صحيح مش باسمه لان القانون بيحفظ ده، انما طبعا باسماء اخرى وباشكال اخرى، وهو اللي كان بيقدم الخدمات للناس، هو اللي كان بيحصل على العديد من المكاسب. لكن اعتقد ان المجلس اللي جاي، يعني ده ان شاء الله ده املي، يعني هيكون مجلس فريد، لانه هيبقى اهم مجلس في تاريخ مصر.
هنتوقف عند الجزئيه دي، لانه الحقيقه ده سؤال اتصور انه المفروض، انا عارفه ان احنا قلنا كتير بس لازم نقعد نقوله الحقيقه، لانه بننتظر ان الناس تكون سامعانا. انه الناس نازله، وده اللي تعرضنا له قبل كده، سواء كنا نازله لاسباب طائفيه او نازله لاسباب يعني كل شخص هو نازل انه انا هاخد ده عندا في ده وهاخد ده عشان ده ما يجيش. لكن في الاخر لو تسالي الناس بجد، هو انت بتنتخب عضو مجلس الشعب ليه؟ مش بالضروره يبقى عارف هو بينتخبه ليه، لكن خلينا نقول انه دور مجلس الشعب مش بس اللي جاي دوت انه هيشكل كمان الحكومه، لكن كمان دور مجلس الشعب ده انه مفترض انه يغير كتير من القوانين والتشريعات الموجوده عندنا. ده بيقتضي ان انا انتخب عضو في مجلس الشعب مواصفاته ايه؟ اولا المجلس اللي جاي مش كمان عنده حزمه قوانين، ده هو عنده دستور كامل لمصر استفتى عليه اغلبيه الشارع المصري، محتاج للترجمه الى قوانين لصالح المواطن. وبالتالي لابد يبقى النهارده ما بنظرش، والمواطن لازم يبقى تمام كده، ان عضو مجلس الشعب مش عضو مش نائب خدمات. النهارده انا محتاجه لنائب تشريعي ورقابي، وبالتالي لابد ان يكون كفء ملم بقضايا بلده، قادر يترجم المشاكل اللي موجوده سواء في الحي او في الجمهوريه كلها الى قوانين تصلح لحل المشكله من جذورها. لان المشكله النهارده ان النائب ما كانش بيشارك لا في وضع قوانين حقيقيه، ولكنه كان بيعبر عن مشاكل دايرته، كان كل المشكله اعمل فرن مجاري هنا اعمل مجاري هنا اعمل. طبعا ده مهم جدا انك تعمليها في الموازنه ومجلس يعتمد، لكن في الحقيقه الاهم من ده كله ان انا لو عندي مشكله في التعليم، وليكن مش المشكله بس ان انا اقدم لطالب عنده 6 سنين و10 ايام ولا مدرسه ما قابلتلوش ولا يعني او مشكله، لو خدت هاخد 10 عيالات 20 عيله. لكن في الحقيقه في مشاكل اخرى المفترض ان النائب بيسن قوانين لاصلاح هذه المنظومه. يعني التعليم، لا انا ببص له كتعليم، مناهج، مدارس، معلم، ازاي يبقى عندي كثافه معقوله في كل محافظه، ازاي اخصص اراضي، ازاي يبقى عندي مراجعه للمناهج الدراسيه اللي احنا بنعاني منها النهارده. لان منظومه التعليم انا اعتقد ان بعد ثوره 25 يناير 30/6 من اهم الاصلاحات اللي ممكن تصلح البلد هو التعليم. صحيح.